في هذا المساء الفضي الذهبي للمشاركين. يستعد الشوط الأول الرئيسي للثنايا البكار للانطلاق ويوم تاريخي للفائزين مع مناسبة هذا اليوم الوطني. إلا قطر لو تطلب الروح تبشر، أرواحنا ترخص ويكرم ثراها. تميم شعبك تحت أمرك وأبشر، كلمتك حد السيف وإحنا معاها. من حقنا يا سيدي فيك نفخر، قطر في عز وخير دامك ذراها. هكذا مشاهدين الكرام ينطلق الشوط الأول، الشوط الرئيسي، شوط الشلفة الفضية، شوط أيضا الأشواط في هذا المساء من مسافة 8 كيلومترات. آمال وطموحات المشاركين، ترشيحات وتوقعات لهذا الشوط. فمن صاحبة الشلفة في هذا المساء؟ من سعيد الحظ؟ من يكسب الرهان في أرضية الميدان؟ إذا مشاهدين الأعزاء عبر قنوات التلفزة، هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر عبر قناة الريان، قناة الكاس، للعالم يجمع موقع لبرقة لسباقات الهجن، يأتيكم هذا النقل الحي والمباشر في 18 من شهر ديسمبر لعام 2021، يوم العيد الوطني، اليوم الوطني للبلاد. والفائزين سيكون أيضا يوم تاريخي. نتجه لنتعرف على المراكز المتقدمة الأولى في شوط الشلفة. المقدمة مباشرة ومن تحتل الصدارة، شقرة مع المقدمة، شقرة في البداية لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين على مقدمة الشوط مع المركز الأول شقرة، بينما الظبي تحتل المركز الثاني لسالم بن جابر بن جبران، يقدم الظبي على المركز الثاني. ننتقل للمركز الثالث، تصل شديدة لحمد بن هيام بن سالم العامري على المركز الثالث، بينما دور المركز الرابع شعار المسند يتقدم مع نون لناصر بن عبد الله المسند، يتسلل شعاره مع نون في هذه اللحظات على المركز الرابع، بينما المركز الخامس ومن تصل تتقدم النادرة لعلي بن سلطان بن علي المعاضيد على المركز الخامس. وهذا هو نداءنا الأول مشاهدينا الكرام أيها الأعزاء في كل مكان. شوط وزنه ثقيل، شوط ثقيل للغاية. كفة هذا الشوط مليئة بالترشيحات، مليئة بالتوقعات، الثنايا البكار السبق المرشحات تواجدت في أقوى الأشواط في شوط الشلفة. الشلفة 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 بالانتظار الليلة، بالانتظار الليلة، الليلة تاريخية للفائزين، ليلة غير للمتنومسين الليلة. من سينتزع الشلفة في الشوط المفتوح؟ أقوى أشواط الثنايا من حيث القوة، من حيث النوعيات المتواجدة، النوعيات الفريدة، كل هذه الثنايا السبق المعروفة فازت في السباقات وفي الأعوام الماضية، وبالتالي حازت على الترشيحات. شقرة من المرشحات الأبرز لانتزاع الشلفة وهي تقود المسيرة قيادة حكيمة. شلفة أيضا على المركز الأول شقرة لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين على المركز الأول. المركز الثاني وصلت نون لناصر بن عبد الله المسند الأنيق ملك السيوف، يصل مع نون على المركز الثاني، بينما صائد الرموز ما زال مصطادا الشلفة حتى هذه اللحظات. سبب الزعزعة في من بداية هذا الشوط بتقدم هذه المرشحة، ولكن أرى الضغط في هذه اللحظات. الظبي 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 الظبي، تنطلق الظبي في هذه اللحظات، تعود ملكيتها لسالم بن جابر بن جبران، يقدم الظبي مع المركز الأول، بينما المركز الثاني نون لناصر بن عبد الله المسند. المركز الثالث شقرة لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين، بينما المركز الثالث الرابع تصل فيه وتتقدم شديدة حمد بن هيام بن سالم العامري، يقدم شديدة في هذا الشوط الشديد.
جديد في هذا الشوط الاستثنائي. المركز الخامس وصلت فيه النادرة لعلي بن سلطان بن علي العلي المعاضيد مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء 3 كيلومترات شارفت على الانقضاء، ويتبقى 5 كيلومترات فيها ما فيها من التخطيط، من التكتيك، من أيضا اللحظات الحاسمة للمشاركين. يا سلام، عادت شقرة مرة أخرى، عادت شقرة مرة أخرى. ما ذاقت الهزيمة في هذا الموسم لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين، ولكن الظبي من الجانب الآخر، تسللت الظبي سالم بن جابر بن جبران يقدم الظبي على المركز الأول، شقرة الخيارين مع صائد الرموز على المركز الثاني. المركز الثالث نون المسند، نون لناصر بن عبد الله بن احمد المسند ملك السيوف حاضر مالك شبا، من فازت على شلف الشوط المفتوح في سن الجذاع، حاضر في هذا المساء مع نون المسند، يريد ان يضيف الرمز الثاني في هذا المهرجان الغالي. بينما المركز الثالث تتقدم وتتسلل شديده حمد بن هيام بن سالم العائل في المركز الرابع مع العامري. بينما المركز الخامس يا ابو بخيت، يا ابو علي المركز يا ابو محمد المركز الخامس، من القادمه في المركز الخامس؟ هناك هجوم ايضا عنيف من بعض هذه الاسماء القادمه، وصلت النادره علي بن سلطان بن علي ال علي المعاضيد. هناك اسماء ايضا مرشحه ننتظر قدومها الى دائره النداء والاذاعه. شعار هجن السيلي ايضا يتقدم، شعار بن جبران يصل، وشعار النيادي ايضا اراها بالعين المجرده. هناك اسماء خلف دائره النداء، ولكن العودة مع منتصف المسافة، من غيرت، من بدلت الصدارة؟ المسند 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 ملك السيوف يمتلك الشلفة حتى هذه اللحظات، ولكن صائد الرموز صائد الرموز صائد الرموز أرى شعاره يتسلل، وبدأت معركة الشلفة مبكرة ما بين الأسماء المرشحات في هذا الشوط الرئيسي. شقرة ونون، نون وشقرة في صراع مبكر على انتزاع الشلفة. أقوى المرشحات في المركز الأول وفي المركز الثاني. الله، يا سلام يا سلام يا سلام، الشلفة لمن في هذا المساء؟ ما زالت نون مع المركز الأول مع ملك السيوف ناصر بن عبد الله المسند مع الأنيق، ولكن غيرت شقرة مع صائد الرموز، مع صائد الرموز منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. شقرة أخذت في هذه اللحظات تنطلق وتستعرض قواها في هذه اللحظات. بينما المركز الثالث تقدمت في هذه اللحظات الظبي سالم بن جابر بن جبران، من قدم الظبي على المركز الثالث. المركز الرابع تصل وتتقدم النادرة علي بن سلطان بن علي آل علي المعاضيد مع النادرة في شوط الندر. يا علي المعاضيد في شوط السبق، في شوط الأصايل، في شوط المرشحات، تسللت تقدمت إلى المركز الثالث. المركز الرابع تصل فيه شديدة حمد بن هيام بن سالم العامري. بينما المركز الخامس الظبي لسالم بن جابر بن جبران. هذه النتيجة مشاهدين الكرام أيها الأعزاء في شوط الشلفة، في أقوى أشواط المرشحات. العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول، ما زالت المقدمة مع الظبي، مع الظبي، مع الظبي. تعود ملكية الظبي لمنصور أو شقرة لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. صائد الرموز، حضر صائد الرموز، سبب الزعزعة في هذا الشوط كما قال الشاعر، لا حضر في الشوط صياد الرموز، اسمه الحالة يسوي زعزعة. هذا ما شاهدناه يا أبو منصور في هذا الشوط الحساس، في هذا الشوط المرتقب، في هذا الشوط الجماهيري، شوط تترقبه الجماهير، تتابعه الجماهير من المحيط إلى الخليج في الوطن العربي لمن الناموس الليلة. يا ملاك يا مضمرين، شقرة مع المركز الأول، أشقر على أشقر مثل ما الحرة الأشقر، هذه شقرة مثل الحرة الأشقر تسيطر على المركز الأول على الشلفة في هذه اللحظات. منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين أحد أقوى المرشحات في شوط الشلفة في الشوط الرئيسي، ولكن نون على المركز الثاني. ناصر بن عبد الله المسند يتابع الموقف، يراقب المشهد مع
قانون على المركز الثاني في الشوط المفتوح. المركز الثالث تصل النادرة، علي بن سلطان بن علي المعاضيد يقدم النادرة على المركز الثالث. المركز الرابع أول نداء لسلام، سالم بن جابر بن جبران يقدم سلام على المركز الرابع. المركز الخامس وصلت الاتحاد لحميد بن سعيد بن عامر النيادي، وهي أيضا من المرشحات، تسللت إلى المركز الرابع، بينما الخامس مع سلام لسالم بن جابر بن جبران. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم. كيلو وين يا أبو منصور؟ كيلو وين عن الشلفة؟ أهالي العوينة يبدو على ما يبدو بأنهم طاروا بشلفة المفتوح كعوائد هذا الشعار دائما وأبدا، كعوائد هذا الشعار عندما يتواجد في صلب المنافسة في الأشواط الحساسة. منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين بدأ في هذه اللحظات بالانطلاق، بدأ بالمقادرة بالشلفة في الشوط المفتوح في الشوط الرئيسي، أقوى أشواط الثنايا وأقوى المرشحات. ما خابت الترشيحات، ما خابت التوقعات في مساء البارحة في الاستديو التحليلي مع الزميل العزيز سعد بن متلع. ستة مرشحين انصبت عليها الترشيحات، لم تأتي من فراغ، ترشيحات الخبراء، ترشيحات المحللين، ترشيحات أساتذة التحليل. الله، يا سلام، شقرة يا شقرة يا شقرة، شقرة يا شقرة. بدأت ترسل رسائل التطمين لغانم بن منصور آل سيف الخيارين، لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين، لأهالي العوينة، لأهالي الشحانية، بأن الشلفة ستمسي في هذا المساء في الميدان، في ميدان الشحانية. شقرة روحت بالشلفة، روحت بالشلفة، طارت بالشلفة المفتوح. الله، يا سلام. بالفعل لا حضر في الشوط صياد الرموز، اسمه الحالة يسوي زعزعة، تفتتح الكيلو متر الأخير، زعزعت هذا الشوط، أمتعتنا في هذا الشوط. هذه شقرة، هذه شقرة، خلك مرتاح يا غانم بن منصور. أبدا 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 فلا خوف حتى هذه اللحظات على شقرة، من تنفرد بالشلفة الفضية في هذا المساء. طارت بالشلفة، طارت لمحبين الشعار، طارت لجماهيره. 800 متر الأخيرة يا أبو منصور، الشلفة 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 مع غانم بن منصور، مع منصور بن محمد المنصور الخيارين حتى هذه اللحظات، مع أبناء العوينة المركز الثاني. من تصل على المركز الثاني في هذه اللحظات؟ تصل وتتقدم بلشة جابر بن حمد بن جابر الغفروني مع المركز الثاني، ولكن شقرة اللحظات الحاسمة، اللحظات الحاسمة، وصلت الأسماء يا أبو منصور، وصلت الأسماء، لا تروح الشلفة، الشلفة الشلفة الشلفة. الغفراني يصل، تصل بلشة 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 على المركز الثاني، ولكن شقرة مع المركز الأول. بلشة تحاول، وأيضا شقرة تصمد، شقرة تصمد، ما قدمت هذا المستوى الكبير. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. بلشة 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 وشقرة في المركز الأول، وشقرة الخيارين، شقرة غانم بن منصور، شقرة منصور بن محمد بن منصور. بلشة بلشة جابر بن حمد بن جابر الغفراني. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، ولكن شقرة، ولكن شقرة طارت بالشلفة، طارت بالشلفة. بلشة بلشة بلشة، يا سلام. بلشة وشقرة، بلشة وشقرة، شقرة شقرة شقرة، تنتزع الشلفة تهانينا والناموس لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين على انتزاع الشلفة في الشوط المفتوح. وسلام يا شقرة سلام. بلشة تحتل المركز الثاني، من قدمت العرض الكبير والأداء المثير. تهانينا لمالك بلشة جابر بن حمد بن جابر الغفراني على احتلالها لوصيفة الشلفة في هذا المساء. المركز الثالث، المركز الثالث النادرة لعلي بن سلطان بن علي المعاضيد. المركز الرابع، المركز الرابع سلام لسالم بن جابر بن محسن الجربوعي. المركز الخامس
المركز الخامس غبة لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، كان شوطا مثير للغاية. شقرة استطاعت أن تقدم مستوى كبير من بداية انطلاقة هذا الشوط، وبالتالي تحملت العبء الكبير ومسؤولية قيادة هذا الشوط الرئيسي، هذا الشوط المستهدف من البداية. بلشة كانت غاب قوسين أو أدنى من تحقيق الشلفة، ولكن أنت تريد وأنا أريد، والله سبحانه وتعالى يفعل ويشاء ما يريد. هذه رياضة الهجن لا أمان فيها. وهنئ مالك شقرة منصور بمحمد بن منصور آل سيف الخيارين. 12 دقيقة هو التوقيت الزمني، 47 ثانية 33 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمنصور بمحمد بن منصور آل سيف الخيارين، وتهانينا لغانم بن منصور آل سيف الخيارين. المركز الثاني اللي وصلت فيه بلشة اللي قدمت عرض تشكر عليه، وأيضا كانت ندا قويا في الشوط المفتوح، قطعت المسافة في 12 دقيقة 47 ثانية 65 جزء من الثانية. سلام يا بلشة، سلام. تهانينا لجابر بن حمد بن جابر الغفراني مالك بلشة اللي ما قصرت في هذا الشوط وقدمت عرض تشكر عليه، ويشكر عليه جابر بن حمد من قدم بلشة في أقوى أشواط الثنايا. المركز الثالث اللي ما قصرت أيضا النادرة، قطعت المسافة في 12 دقيقة 53 ثانية 81 جزءا من الثانية. التهاني والناموس لمالك النادرة علي بن سلطان بن علي العلي المعاضيد. تهانينا والناموس لكل الفائزين. هكذا انت